السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا زميلتكم هدير سعيد من تيم ايزي از بوسبل. النهارده هشرح معاكم محاضره رقم 15. انا عارفه ان هي مكتوبه قدامكم دلوقتي محاضره رقم 11، بس هي اتنقلت وبقت رقم 15. يعني المحاضره بعنوان lower limb fractures في التيبيا والانكل والفوت. هي المحاضره صغيره خالص، حوالي صفحتين ونص، وسهله جدا. دي اصغر حاجه انا اشوفها بصراحه، وهي مش هتاخد وقت ان شاء الله، ولا هتاخد اكتر من 10 دقائق. يعني مبدئيا كده تعالى نبدا اول حاجه بالتيبيا fractures. تعال نتعرف الاول على عظمه التيبيا دي. التيبيا دي عباره عن لونج بون. لو نفتكر من سنه اولى يعني ان احنا خدنا اللونج بون دي معناها ايه، هي عباره عن بونه ليها ابر اند وليها لور اند وليها شافت. دي معنى كلمه لونج بون يعني. طيب التيبيا دي من اللونج بونز بتاعه الايه، بتاعه الليج، هي الميديال بون بتاعه الليج اللي بيرتكز عليها وزن الجسم. تمام جدا. ليه بيرتكز على وزن الجسم؟ عشان هي عامله ارتكيوليشن مع عظمه الفيمر من فوق، على عكس الفيبيولا اللي ما بتشيلش وزن خالص. ليه؟ عشان هي مش عامله ارتكيوليشن اصلا مع الفيمر. تمام. ده كده تعريف مبدئي يعني للتيبيا. تمام. فهو دلوقتي بيقول لي ان حصل عندي فراكشر. هو دلوقتي قسمها لي لثلاث اجزاء، الابر 1 ثيرد او البروكسيمال ثيرد، والميدل ثيرد في الشافت، واللور 1 ثيرد. هو كاتبها هنا لور كوادرنت يعني، بس مش عارفه ليه كاتبها لور كوادرنت، بس مش مشكله. البروكسيمال ابر ثيرد في التيبيا لو حصل فيه فراكشر هنسميه فراكشر في البلاتو بتاعت التيبيا. يبقى هي تيبيا البلاتو فراكشر ده لو حصل في البروكسيمال ابر ثيرد ناحيه فوق. طيب لو حصل فراكشر في الميدل 1 ثيرد من الشافت بتاعت التيبيا بقى اسمها ميدل 1 ثيرد تيبيا الفراكشر عادي. تمام. لو حصل فراكشر في اللور كوادرنت من التيبيا ايه اللي هيحصل؟ هنسميها تيبيا البلافوند فراكشر. تمام. تمام جدا. يبقى لو حصل في البروكسيمال 1 ثيرد من فوق هتبقى اسمها بلاتو، لو في اللور كوادرنت هتبقى اسمها بلافوند. تمام. لو في الميدل 1 ثيرد هيبقى عادي تيبيا الفراكشر في الشافت بتاعت التيبيا يعني. طيب بخصوص نوع الفراكشر هنا، هو اوبن ولا كلوز فراكشر؟ هو غالبا هتكون الفراكشر بتاع التيبيا اوبن وان. ليه؟ لان التيبيا اصلا لو تاخدوا بالكم ان في هنا العظمه اللي قدام، لو حطيت ايدك على رجلك هنا في حاجه اسمها تشين اوف ذا تيبيا. انت حاسس العظمه تحت ايدك، اللي هي اصلا يعتبر سبكوتينيوس، مفيش مسلز عليها من قدام. فلو اتكسرت على طول، لو هي العظمه ذات نفسها اتكسرت على طول هتعمل بنتريشن للسكن والفاشيه والحاجات من دي وتخرج. تمام. فتبقى اوبن وند على الشارع. تمام. ده لو الكسر من جوه لبره يعني وزن اوت. تمام. طيب لو الكسر جه من الكسر جه من بره لجوه، يعني ايه؟ يعني حاجه جت من بره ده قطعت الجلد والفاشيه والحاجات من دي ودخلت كسرت البون، فدي اسمها اوت انتو. تمام. فدلوقتي احنا عايزين نعرف ان التيبيا ديت اشهر حاجه فيها بيحصل فيها اوبن فراكشر. ليه؟ عشان هي سوبرفيشال، يا دوبك سبكوتينيوس تحت الجلد. لو حطيت ايدك هتلاقي تشين اوف ذا تيبيا. عموما يعني لو اتكسرت هتعمل بنتريشن للسكن والفاشيه والكلام من ده وتخرج لبره، فعلى طول غالبا يعني بتبقى اوبن فراكشر. تمام. ايزر بقى لو وزن اوت، لو البونه ذات نفسها هي اللي قطعت الجلد وخرجت لبره، او حاجه من بره فروم اوت انتو يعني. تمام. ايه هو الميكانيزم في تروما؟ ممكن تكون التروما دي دايركت تروما للبون او اندايركت تروما. دايركت تروما دي زي الار تي اي اللي هي رود ترافيك اكسيدنت، واحد معدي طريق مثلا فجت عربيه قامت خبطته في رجله. في النوع ده من الـ من الـ من التروما اللي هو دايركت تروما، لما العربيه تخبط العيان ده في رجله هتلاقي الكسر على مستوى الخبطه بالظبط. يعني لو هو اتخبط مثلا في الميدل 1 ثيرد هتلاقي الكسر بتاع التيبيا في الميدل 1 ثيرد، ونوعه غالبا بيكون هوريزونتال. تمام. وهتلاقي كمان معاه دايما بيبقى اسوشيتد او ممكن ما يبقاش اسوشيتد بفراكشر في الفيبيولا يعني، بس هو غالبا بيبقى في معاه فراكشر في الفيبيولا. يبقى دلوقتي لو حصل دايركت تروما لعظمه التيبيا دي بسبب رود ترافيك اكسيدنت او دايركت تروما، غالبا هتكون الخبطه او الفراكشر بتاعك على نفس مستوى الخبطه وهيكون هوريزونتال. تمام. طيب لو اندايركت تروما في التيبيا بقى، اندايركت تروما ده يعني عيان زهق من حياته، قرر انه يرمي نفسه مثلا من الدور الثالث ولا حاجه فوقع على رجله. تمام. هيحصل فراكشر، بس الفراكشر بتاعتنا هتبقى في اضعف نقطه من التيبيا. يعني التيبيا هتشوف ايه اضعف جزء في البونه ذات نفسها وبيحصل فيها فراكشر. الفراكشر هنا مش هيبقى هوريزونتال خالص، لا الفراكشر هيبقى اوبليك مايل. ولو العيان وبيقع رجله اتلوت، ممكن رجله تتلوي تحت منه عادي فيحصل، او ممكن ايه، بيبقى كسر نوعه سبايرال بقى مش اوبليك. تمام. ده حلال حاجات زياده كده ليكم. الكلينيكال بيكتشر بقى، هو ان العيان جاي لك حاسس بايه؟ طبعا رجله مكسوره فهو جاي عمال يعيط، يعني حاسس ببين. اول ما تلمس رجله يقعد يصوت، حاسس بتندرنس، رجله مورمه سويلنج وسخنه وحاجات كتير قوي. يعني في ديفورميتي باين قدامك ان ده ان العظمه دي مكسوره، بتبقى باينه جدا. وموبيليتي اتراكشر سايت، ما هو العظمه مكسوره فهتلاقيها بتتلخلخ كده. تمام. يبقى هي دي الكلينيكال بيكتشر. وهيجي برده طبعا يحكي لك القصه بتاعت الخبطه، يعني في عربيه خبطتني كده يعني.
طيب ايه الانفستيجيشنز اللي انا هعملها هنا؟ غالبا بنعمل له اكس راي، يعني الاكس راي في تو فيوز، انا باخد من الانتروبوستير فيو واخد اللاترال فيو معايا، تمام؟ تمام، اللي هما تو فيوز بيربنديكولار على بعض، تمام. ممكن اعمل سي تي سكان، بس سي تي سكان غالي بصراحه، بس ممكن اعمله يعني في حاله التيبيا البلاتو او البلافند فراكشر، يعني الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت، تمام. ده كده بخصوص الانفستيجيشنز. التريتمنت بقى لو حصل عندي لو مفيش ديسبليسمنت البون، لو حصل كسر وما حصلش خلع البون او اتحركت من مكانها، دي حاجه حلوه جدا، هنعمل لها حاجه اسمها اباف ني كاست، وهوريكم صوره الاباف ني كاست دلوقتي. يعني هتعمل له كبيره، الكبيره ديت واصله واخده من اول رجله كده من تحت واصله لحد فوق الركبه، دي الاباف ني كاست، ودي الوحيده اللي انت هتاخدها هنا اباف ني كاست، لان الباقي كله اللي جاي هنعمله بلو ني كاست، تمام. تمام. طيب لو هي ديسبليسد فراكشر والدنيا خربانه خالص، يعني دي هنعمل له عمليه بحاجه من الثلاثه، انتراميدالري نيلز، اكسترنال فيكسيتور، وبليت اند سكرو. انا دلوقتي هوريكم صوره لكل حاجه فيهم. الانتراميدالري نيلز دي بعملها امتى؟ ديت البيست، يعني البيست اكتر افضل حاجه بعملها له لما يكون عندي اوبن فراكشر في التيبيا، لما يكون في اوبن فراكشر في التيبيا بركب له انتراميدالري نيل، ده احسن حاجه. طيب لو عندي فراكشر في التيبيا بس كلوزد، مقفول يعني الجلد مش متعور وكده، هعمل له اكسترنال فيكسيتور، ده هيبقى تمام. وغالبا مش غالبا بقى، الاكسترنال فيكسيتور اصلا بيبقى تيمبرري، والعيان مش هيعيش طول عمره مركب حديد في رجله، يعني من بره مش من جوه، عشان هو ممكن يركب بليت اند سكروز عادي، تمام. والبليت اند سكرو دول الثلاث حاجات. انا دلوقتي هوريكم الصور. طيب هي الصوره دي بتوريني البلاتو فراكشر، اللي هي فراكشر في اعلى جزء من التيبيا، وهي غالبا بتبقى تايبس، بس هي مش هناخدها في المحاضره دي. يعني عذرا على الصوره، هي صوره وحشه قوي، بس ده فراكشر في اللور بارت او اللور وان ثيرد من التيبيا، فديت بلافونت فراكشر. ديت بيصلح البلافوند فراكشر، فهو بيركب له بليت اند سكرو زي ما انتم شايفين. هي مش عارفه ليه الصوره اتقصت من فوق، بس ديت دي الاباف ني كاست، يعني هي واخده الرجل كلها وطالعه فوق الركبه كمان. دي البلوني كاست، هي مش عاملين كبيره في الركبه بس، خلاص. نتنقل بعد كده للعنوان الثاني اللي هو بيتكلم عن الانكل فراكشرز. فهو بيقولك ايه؟ ان الانكل فراكشرز دي عباره عن فراكشر في الانكل جوين. مبدئيا كده كلمه جوين دي معناها ايه؟ معناها ارتكوليشن بتوين تو بونز او اكتر من اتنين بونز. زي مثلا في الانكل جوين دلوقتي انا عندي ارتكوليشن بتوين اربع بون، ايه هم دول؟ حاجه اسمها ميديال مالوس. الميديال مالوس ده اللي هو اللور اند من اللور اند من سوري من التيبيا، اللي هو الحته دي، لحظه، lower end من التيبيا اللي هو الحته دي الميديال مالوس، واللاترال مالوس اللي هو اللور اند من الفيبيولا اللي هي الحته دي، تمام، والتيلس اللي هي عظمه من عظام الفوت اللي انا عملت عليها دي، طبعا هي لها تكمله، والبلافون والتيبيا البلافون ده اخر جزء من التيبيا اللي هو ديستال تيبيا الارتيكولار جوينت. يبقى ده الجوينت اسمه انكل جوينت، هو ارتكوليشن بين اربع بونات. يعني نوع الجوينت ده ايه؟ حاجه اسمها موديفايد هين جوينت، والمعلومه دي مهمه جدا بتاعت نوع الجوينت دي، موديفايد هين جوينت معلومه مهمه يعني نعرفها، تمام. تمام. طيب ايه التريتمنت بقى في حاله الفراكشر في الانكل؟ على حسب، لو في ديسبليسمنت البون اتحركت في مكانها، لو مفيش ديسبليسمنت هو والله هو لو مفيش ديسبليسمنت فالموضوع بسيط، هنعمل له كاست عادي. نوع الكاست هنا ايه؟ بيلوني كاست. احنا قلنا اي حاجه في المحاضره هنا هتبقى بيلوني كاست، ما عدا التيبيا اي حاجه فيها بتبقى اباف ني كاست. لو حصل ديسبليسمنت انا بعمل ايه؟ بعمل ريدكشن البون مكانها الطبيعي، اعمل اوبن ريدكشن، وبعد كده اعمل انترنال فيكسيشن، اعمل له شرايح ومسامير بعد كده، تمام. يبقى هو ده التريتمنت. لو فيش ديسبليسمنت هعمل له كاست عادي بيلوني كاست، لو في ديسبليسمنت هعمل اوبن ريدكشن ارجع العظم مكانها واعمل انترنال فيكسيتور، وهوريكم صوره الانترنال فيكسيتور دلوقتي. العنوان اللي عليه الدور الفوت فراكشرز، تمام. هي الفوت is formed from multiple bones، احنا كنا خدناها قبل كده وقسمناها للتارسس بون اللي هما كانوا سبع بونز، والميتا تارسس اللي هما خمسه، والفلانجيس هما برضو كانوا خمسه، تمام. هندرس منهم دلوقتي. we will discuss الفراكشر في البيس بتاعت فيفس ميتا تارسل بون، والكالكينيال فراكشر. الكالكينيال دي واحده من التارسس بون، وديت والفيفس والبيس بتاعت الفيفس ميتا تارسل بون ديت واحده من الميتا تارسس اكيد يعني، تمام. هندرس دولت ليه؟ لان دولت اشهر اتنين فراكشرز بيحصلوا في الفوت، تمام. اول حاجه هندرس دلوقتي فراكشر في البيس بتاعت الفيفس ميتا تارسل. قال لك دي وان اوف ذا موست كومن فراكشرز ممكن تقابلها في حياتك، تمام. تمام. هي في البيس بتاعت الفيفس ميتا تارسل. الميكانيزم اوف فراكشر از ديو تو انفيرجن انكل تروما، يعني واحد كان ماشي رجله اتلوت ناحيه جوه،
فالتندون اللي ماسك فيه البيز بتاعت الفيفسي ميتاتارسال بون اسمه برينياس بريفس تندون، فاتقطع حصل له افالجن. لما حصل له افالجن راح جاي كاسر البون، كاسر البيز بتاعت الفيفسي ميتاتارسال بون، ومن هنا نشأت الإصابة. وانا هوريكم دلوقتي الصورة. ده كده واحد كان ماشي حصل له انفيرجن للانكل، رجله اتلوت، فالتندون اللي اسمه برنياس بريفس تندون ده اتقطع وعمل افالجن وراح جاي كسر لي العظمه. وده شكل الواحد رجله مكسوره يعني. يبقى الموضوع بسيط، هو حصل انفيرجن انكل تروما، فالتندون حصل له افالجن فحصل ايه فراكشر في البيس بتاعت الفيفس ميتاتارسال بون، وديت مشهوره جدا وان اوف ذا موست كومن فراكشرز ممكن تقابلها. السيمبتومز والساينز، هي عظمه مكسوره فطبيعي هيبقى فيه بين وتندرنس وفي سويلنج، بالاضافه الى ان ابيليتي تو كومبليت ويت بيرنج طبيعي، ما هي عظمه، في عظمه في رجله مكسوره فمش هيعرف يقف عليها. طيب الانفستيجيشنز اللي انا ممكن اعملها، هعمل اكس راي تو فيوز اللي هي انترو بوستيريور فيو واوبليك فيو. يبقى في الفراكشر في البيس بتاع الفيس ميتاتارسال بون، انا هعمل تو فيوز انترو بوستيريور واوبليك فيو من الاكس راي، ما ننساش الكلام ده. ده اوبليك فيو زائد انترو بوستيريور فيو. التريتمنت بقى ممكن اعالج بي بلو ني كاست زي ما احنا قلنا هنعمل جبيره عاديه، او ممكن نعمل حاجه اسمها بيركوتينيوس سكرو. يبقى الفراكشر في البيز بتاعت الفيفس ميتاتارسال ممكن اعمل لها حاجه اسمها بيركوتينيوس سكرو، وده حل سيرجيكال يعني، او ممكن اعمل له ني كاست وخلاص، بيلو ني كاست. اخر حاجه واسهل حاجه معانا هي الكالكينيال فراكشرز، اللي هي كانت عباره عن بون من ضمن التارسس بون اللي موجوده في الرجل، اللي هي البونه دي، دي التارسس بون. هناخد منها عنها معلومتين بسيط جدا، ان الكالكينيال فراكشر ده بيحصل غالبا بسبب اندايركت تروما، ان واحد وقع فول فروم هايت، غالبا بتحصل بسبب اندايركت تروما او فول فروم هايت، دي الكالكينيال فراكشر. ممكن تحصل بسبب دايركت تروما عادي. قسمنا دلوقتي عملنا كلاسيفيكيشن للكالكينيال فراكشر الى اكسترا ارتيكولر وانترا ارتيكولر، وهوريكم الفرق بينهم دلوقتي شكلها عامل ازاي. الاكسترا ارتيكولر دايما بتلاقي كسر مثلا عامل كده اللي هو بسيط، لكن الانترا ارتيكولر هتلاقي العظمه حرفيا متفتفته، وهوريكم الصوره في الاخر. طيب انا هعمل لها انفستيجيشن شكلها عامل ازاي. انا هعمل لاترال فيو للانكل واكزيال كالكينيال فيو، وهعمل حاجه اسمها اوبليك مورتايز فيو، وديت مهمه جدا ممكن يسالنا فيها يعني، انا مش عارفه هي يعني ايه مورتايز بس احفظوها خالص. التريتمنت هنعمل له بليت اند سكرو، جسوة تاني اعمل له بليت سكرو عادي شرايح ومسامير. طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عن النوتس. بيقول لك ان البروكسيمال فراكشر في البروكسيمال 1 ثيرد من التيبيا اسمه تيبيا البلاتو فراكشر، دي معلومه مش جديده. الديستال فراكشر في الديستال في ال 1 ديستال 1 ثيرد فراكشر من التيبيا سميناها تيبيا البلافوند فراكشر، دي برده معلومه مش جديده. قلنا البيست تريتمنت من كلوزد شافت تيبيا الفراكشر، في حاله الكلوزد فراكشر في التيبيا سميناه هنعمل له حاجه اسمها انتراميدالري نيل، احنا قلناها في الاول اللي هي انترلوكينج انتراميدالري نيل. طيب لو الفراكشر ده اوبن هنعمل له اكسترنال فيكسيشن. الانكل جوينت از موديفايد هين جوينت، ديت معلومه مهمه احنا قلناها مره، وقلنا ان الانكل جوينت بيتكون اربعه بون، قلنا اللاترال ماليرس والميديال ماليرس والتيلس بون والتيبيال بلافوند اخر جزء. الانكل جوينت فراكشر از كاركترايزد باي فراكشر بليسترز، او الانكل جوينت لما يتكسر هتلاقي بليسترز كده مليانه ميه جنبها، انا هجيب لكم صوره دلوقتي. موست كومن فراكشر اوف ذا فوت هما الفراكشر في البيز بتاع الفيفس ميتاتارسال والكالكينيس، يعني احنا خدنا اشهر اتنين. والموست كومن كوز في الفراكشر بتاعت البيز والفيفس ميتاتارسال بون هو الاندايركت تروما. بس هي دي المعلومات اللي موجوده في المحاضره، وانا هوريكم دلوقتي الصور. الصوره دي بتورينا الاكسترا ارتيكولر فراكشر في الكالكينيال فراكشر في الكالكينيس بون، اللي هي دي الاكسترا ارتيكولر. الانترا ارتيكولر متفتته اكتر من جزء. ديت البليسترز اللي بتبقى موجوده مع الانكل فراكشرز، بليسترز مليانه ميه اهي. الصوره دي بتورينا شكل الاكسترنال فيكسيتور، وده بيبقى تمبرري، العيان مش هيقعد طول عمره بالبتاع ده. دي شكل الانترنال فيكسيتور او الشرايح والمسامير، بس كده. يا رب تكونوا فهمتوا، هي المحاضره كانت سهله وصغيره جدا، ولو محتاجين اي حاجه اعيدها تاني هعيدها ان شاء الله. ابعتولي بس مسج على القناه. السلام عليكم.